ماذا بعد؟ يعني يوم الحد من النهاردة للحد الناس مش هتسكت، كل الناس هتحاول تجيب، وانت احنا توعدنا هنا ان شاء الله ان احنا يوم الحد ممكن نعمل متابعة لتصريحات كيليان امبابي لما يطلع على التلفزيون، وتحاول برضو توصل لنا المعلومة قبل كل الناس ان شاء الله. انت شايف الموضوع رايح فين؟ لا هو الموضوع انا شايف يعني هو محدش يقدر يتكهن بالموضوع، بس هو بالمعطيات اللي موجودة ان الكفة مايلة شوية ناحية باريس سان جيرمان بالكلام اللي طالع، بالعرض المالي الضخم اللي اتعرض في الاخر من باريس سان جيرمان، بس برضه لسه مش عارفين هنشوف كيليان. طب احساسك هو رايح فين؟ يعني اتمنى ولا احساس؟ لا احساس، انا عارف تمنيني انت مصدق، هو انا بشجع ريال مدريد، احنا دي تمنيني اكيد يلعب ريال مدريد، لكن احساسك الشخصي هو فين؟ هو لو يعني ممكن يكمل مع باريس سان جيرمان الموضوع منتهي صح؟ انا كنت بتكلم مع اصدقائنا يعني قبل ما نطلع على الهواء، فكان رايي ان الراجل ده اولا ملوش اي صله دلوقتي بناديه، هو لعيب فري ايجنت، فهو ناديه لا يتحكم فيه، فان هو كل ده بيفكر واضح ان الموضوع رايح لباريس، عكس مثلا قصه دخيه، عكس قصه لعيبه كتير قوي كان نفسها تنتقل لانديه بس كان انديتها بتتحكم فيها. طب خلينا ناخد نقطه ثانيه، ماذا اذا فشلت صفقه كيليان امبابي؟ هل نرى عبدو الليسي يقوم بحوار مع رامي عباس لجلبه لريال مدريد احسن من رامي او اي او مثلا وكيل هاريكين، او انت شايف قصدي مين اللي ممكن ريال مدريد هو في يفكر فيه؟ يعني في اكتر من حاجه، يعني اولهم على محمد صلاح طبعا. يعني انت ما جبتش امبابي عشان يبقى نجم الفريق، صحيح. انت مش هتلاقي اكتر من محمد صلاح ان هو يبقى موجود داخل ريال مدريد عشان تعمل صفقه تعمل انفجار في الوسط الكره، فمحمد صلاح على راس القائمه. لو في بقى بعد كده هتلاقي بقى ممكن هاري كين زي ما انت قلت، رياض محرز، بحيث ان هو ريال مدريد فنيا ممكن يحتاج لرياض محرز، وممكن بقى نروح ل يعني اللي بعد كده ممكن سون لاعب توتنهام. خلينا نشوف الفترة الجاية هيحصل ايه، وانت